السلام عليكم. اليوم نروح إلى ملعب هاتشي ميلود لنقف على مدى تقدم التحضيرات في هذا الملعب اللي يعني المقابلة الأولى نتاع الشان. إذن هو الملاحظ هو أنه كل شيء راه جاهز، حتى اللوحات الإشارية الإلكترونية تم يعني تركيبها حول الملعب كما نشاهد في الصور هذه. إذن ما بقات عملية تاع التست نتاع التجريب يعني الالواح هذه في يعني بالك بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. نخليكم تكملوا الفيديو هذايا بدل ما نطول عليكم، والسلام عليكم.